متى يصبح الانتماء ضارا؟ يصبح الانتماء ضارا عندما يصبح الإنسان عندما يصبح الانتماء يفصل الإنسان عن سائر الناس، يضع بينه وبين سائر الناس حواجز وسدود، والمقصود طبعا السدود النفسية، السدود المعنوية، ليس جدارا فاصلا وإنما جدار من المشاعر، جدار من الأحاسيس، من الوجدان، تجعل الإنسان بعيدا عن الناس منكمشا. إذا جلس مع رفقائه وأصدقائه شعر بالأنس، وإذا جلس مع عامة المسلمين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله شعر بالانقباض وشعر بعدم الارتياح. هذا بداية النهاية، بداية الدمار، وهذا من هذا هو التحزب المنهي عنه شرعا، التعصب المنهي عنه شرعا. التحزب الضار يغرس في نفوس أتباعه أنهم صفوة الله، وأنهم أفضل الناس، وأنهم المدافعون عن دين الله، وأن غيرهم بعيد عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. التحزب المذموم الضار هو أن يكون هناك معيار يتم فرزه وإظهاره للمسلمين على أساسه يكون الولاء والبراء، أفكار خاصة يتم الولاء والبراء عليها، الاقتناع بها، دعوة الناس إليها من غير المسلمين. هذا يؤدي في حقيقة الأمر إلى شتات وإلى فرقة وإلى نزاع، ثم يؤدي عند أصحابه إلى غرور وإعجاب أنهم أصبحوا هم الذين يحملون راية الإسلام وهم الذين يدافعون عن راية الإسلام، وأن غيرهم محارب للدين أو بعيد عن الدين أو غافل عن الدين أو لا يهتم بأمر الدين، فيسبب ذلك فرقة وخصومة ونزاعا كما نشاهده في الواقع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من هذه الفرقة ومن هذه الخصومة ومن هذا النزاع، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده. إذن هناك ظاهرة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، ما علاجها؟ في نفس الحديث يختم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفسي بيده، يقسم على ذلك، وهذا دليل على أهمية الأمر، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، يعني يثبت هذه المحبة في قلوبكم، أفشوا السلام بينكم. رواه أحمد والترمذي. أفشوا السلام بينكم لها معنى قريب ولها معنى بعيد، أو لها معنى ظاهر وهو إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، أي أنك تنشر بينك وبين الناس السلام، لأنك عندما تقول السلام عليكم أي أنك تسلمه من شرك وتسوق إليه الخير وتكف عنه الضير وينتفع بك ولا يتضرر، وهو يبادلك هذا السلام بسلام فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إذا مزقت المحبة العامة للمسلمين، الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فإذا أصبحت الأخوة محصورة على حزب، من انتمى إلى حزبه والاه وأحبه، ومن خالفه عاداه وخاصمه، فإن ذلك تفريق منهي عنه. الله تعالى جعل المعيار الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: من أكل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فإذا الموالاة لعامة المسلمين لا يجوز أن يؤثر فيها أو أن يكون سببا في ثلمها والتفريق فيها أي حزبية ضيقة وانتماء ضيق. أي شيء يؤثر على الأخوة الإيمانية، أي شيء يؤثر على الأخوة الإيمانية من تحزب وتجمعات ونحو ذلك، فإن الله عز وجل ينهى عنه، لأنه فرقة وخصومة، والشاهد خير الحاضر الواقع الذي نشاهده خير دليل على ذلك.